السلام عليكم الغزالات ديالي، كديري لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا في صحة جيدة. المهم البنات، اليوم جيتكم فيديو جديد كما العادة. كل نهار كندير لكم حاجة جديدة. كديرين كديرين مع هاد كورونا، مع هاد الحجر الصحي؟ ايوا الله يهزو علينا والله يحيي بلانا على بلاه هادشي اللي كاين البنات. المهم البنات، اليوم جيت ندير معاكم ان شاء الله غندير لكم الرزيزه اللي كل وحده كتشهاها وما كتلقاهاش، اللي كل وحده كتبغي ديرها وكتقول لك ما كايناش الماكينه، اللي كل وحده كتبغي ديرها وكتقول لك اسيدي راه يعني صعيبه بزاف. انا جبت لكم واحد الطريقه سهله جدا، غير في ربع ساعه تكون الرزيزه واجده بحالها بحال الملوي. كيف كديري الملوي وكتصايبيه في نص ساعه، غديري حتى الرزيزه ان شاء الله في نص ساعه، وفي لمده دقائق معدوده كتكوني حضرتي الرزازه ديالك. ان شاء الله انا غادي نبداها معكم ونوريكم الطريقه والمقادير وهانتوما معايا. المهم البنات، كيف ما كتشوفوا هادو هما المقادير ديالنا. طحين، يعني شحال ما بغيتي ديري، بغيتي ديري نص كيلو، بغيتي ديري غير ثلاثه باش تجربي، بغيتي المهم العبار، انا ما غنعطيكمش العبار، كل وحده دير العبار اللي بغات. المهم انا درت هنايا ثلاثه ديال الطحين ونص، على المهم على قولي كاسونس ديال الفينو. درت هنا البنات المدافي كيف ما كتشوفوا، وهذه الزبده ضروري البنات تخلطوها مع الزيت، ضروري ضروري ومؤكد. وهنايا الطحين، المهم غادي نخلط انا هاد العجينه معكم. هاد العجينه راه فيها البنات غير الفينو والطحين والسكر والملحه، صافي ما كاينه لا خميره لا حتى حاجه. غندير بسم الله على بركه الله، هاد البنات مخلط، وخا بنتي غادي تبرزاتني وغتحمقني زيت. المهم البنات انا كنخلطها معاكم ان شاء الله، واخا بلاتي نسالي ونعطي. المهم البنات هانتوما شوفي، قالت لك حتى هي بغات تعجن. وي حبيبتي الله يهديك الله يهديك، يا الا عجن كلشي غيعجن. المهم البنات صافي، غنبقاو نعجنوها على هاد الشكل هذا حتى كتولي عجينه، يعني اللي كتجمع مزيان. وغادي نخليوها البنات واحد 10 ديال الدقائق حتى 15 دقيقه ترتاح مزيان، باش ملي نخدمو بها ما تعذبناش في الخدمه. يلا بقاو معايا. المهم البنات، احنا خلينا دابا ديك العجين ديالنا تصايب تجلس واحد 10 حتى 15 دقيقه باش ما تعذبناش، واخا باش ما تعذبناش الطياب. بنتي راه مبرزطاني حماق العجينه. المهم راه الكوكوتين كتصفر، شفتوها درنا الكامله البنات، هادشي اللي عطا الله. وتفكرت انني دواء ما شربتوش. المهم البنات، ديك المره فاش مشيت عند الطبيب شاف لي، لقى حتى حالي مزيانين، كلشي مزيان، لا هذه الكلينيك شتاتون كلينيكوم، ولف لف في الطبيب هنايا قال لي كلشي عندك تحاليل، درتهم جوج مرات. مهم وشنو قال لي؟ قال لي قدو هاد الاعراض اللي فيك قد يكون فيتامين دي، وعطاني الدواء كنشربو وكنساك دائما حاطه. انا اوكي ماشي دابا. المهم دابا عاد تفكرتو البنات، انا الدواء ديالي دائما كنخلي في الكوزينه، حيت وقتي كنقضي في الكوزينه، يعني غنتفكر ما لحقتو في ديك الناس صافي تما بقى. المهم البنات الشطيطه هذه تاع هي الدواء ديالي. وحاجه اخرى البنات، بغيت ننصحكم بهذا الماسك، هذا راه زوين هذا الماسك. هاد الماسك البنات انا كان عندي وساله، وخا تبرزكم الكوكوت ماشي مشكل، احنا مغاربه كاع مولفين ديك. المهم هاد الماسك هذا البنات راه انا كنت ديجا جربته وزوين الصراحه، هو البنات. ودابا قالت لي بنتي، كانت ديك المره قالت لي خذيه، اللي كانت شافته في تيك توك وقالت لي خذيه لي يا. المهم بنتي حمقاتني، غتخرج ليا العقل، ندير لك تتح. المهم البنات، هذا كان شفتو بنتي في تيك توك، قالت لك انا بغيته، مع بداو كيخرجوا لها هنا شي حبيبات وبداو هذا، قالت لك اختي بغات شي حاجه لوجهها وبغاته. المهم خديته ليها البنات، شوفي شوف الله يلا قرب يسالك. هاد قال بنتي هاد،
ننصحكم به غير هو البنات منين ديروا ما ديروش طبقه خفيفه، ديروا طبقه غليظه باش منين تجيو تحيدوا ما تصايبوش. هذا ديال هذا بعدا ماسك ديال الفاخر باش ما تبقاش تلصق لكم على الجلده، كاين اللي كيديروا الخخ ملي كيجي يحيدوا كتلصق ليه على الجلده وخليه تينشف مزيان يبس. هذا راه ماشي كديريه وكتحيديه، هذا راه كديري وكتخليه يبس باش كيحيد ديك لي بوان نوار وباش كينقي حتى الوجه ديالك. واخا ما كيحيدش لي بوان نوار نجيكم الصراحه، ولكن كينقي الوجه ملي كديريه وكتحيديه كيبان لك وجهك كنقي. المهم البنات دابا غادي ندورو ندوزو للعجينه، غادي نصايبها معاكم وغادي نوريكم الطريقه. يلا خليكم معايا البنات. ها هي العجينه ديالنا من بعد ما ها هي راه لينه، شوفوا رطبه خصها تخرج لكم على هذا الشكل. ملي كترتاح يعني عاد كتزيد كترخى وكتولي مزيانه يعني كتساعدك في الخدمه. المهم البنات بسم الله غادي نصايب هذوك الكويورات بحال هكا. ديروا الكويورات شوفوا نتوما واللي بغيتوا، كويورات كبار ولا صغار على حساب قداش بغيتي الرزيزه، واش بغيتيها صغيره واش بغيتيها كبيره. هي الصراحه دابا راه ولا كلشي كيدار صغيور. المهم انا براسي ما درتش بزاف، درت غير شويه لان مشكيت عليكم البنات، رانا باقه في ديك الدوخه، واخا ماشي ديك الدوخه الخايبه ولكن باقه في الدوخه، والدوخه راه خايبه البنات راكم مجربين الدوخه خايبه. المهم البنات هذا الشيء اللي غادي ندير دابا. المهم نتوما صافي كتبقاو ديروا كويورات كويورات الشكل اللي يعني الكواره يا كبيره ولا صغيره اللي حبات خاطركم. ها نتوما يعني بسهوله ما كندير لها لا زيت لا حتى حاجه كتخرج يعني بسهوله. صافي هذا الشيء اللي كاين البنات صافي، حتى هذه ما نضيعوهاش واخا تجي غير صغيره. المهم البنات ها هما كويوراتنا. صافي البنات غنحطو هاد الكويورات هنا هما صافي، وغادي نبداو وحده بوحده، غنبداو وحده بوحده بسم الله. هاني دايره القانيه حاضيه البنات. المهم بسم الله ها هي هذيك الزبده والزيت، الزبده والزيت البنات ضروريه، ما ديروش غير الزبده بوحدها، زيدوا معاها حتى الزيت. وانتم البنات كنزيتوا سطح العمل فين غنخدموا على هذه الطريقه هذه. هانتوما ندير معكم بحال هكا بلاتي تشوفوا معايا كلشي البنات. ملي كنديروا على هذا الشكل هذا غنبداو بهذه، مهم الجوانب تكون يعني مصايبه مزيان على هذا الشكل هذا. مهم نبداو على بركه الله البنات بهاد الجراره هذه، اللي ما عندك الجراره غير بموس. مهم بسم الله غادي نقطعوا ولكن ما توصلوش هنا، خلي واحد نص بيه هنا ما تدخلوش فيها كامله لا، وحاولوا انكم ديروها رقيقه. ها نتوما على هذا الشكل هذا وكتكون مورقه مزيان. ها نتوما البنات هذا الكوزينه انا عندي ما مساعدنيش هذا البوطاجي هذا ما كيخدمليش البنات مزيان. بسم الله هكذا على هذه الطريقه هذه كتبقاو غاديين هكا. المهم راه انا معذبه شويه ما كنخدمش مزيان، معذبني هاد البلاصه فين كنخدم. هي نورمالمون كنخدم فوق الطبله وقلت صافي غير خليه عليا غنبقى نخربق هنا ونخربق هنا اللهم. المهم كتبقاو على هاد الشكل هذا البنات هكذا. هانتوما ولكن هنا ما كتقيسوش. بسم الله بسم الله هانتوما كديروا حتى الطحين على هذا الشكل هذا هكا صافي. غتهزوها من هنا وديروا لها بحال هكا البنات شتي، وحاولوا ان الورقه ما تقطعش لكم ملي تكونوا كتجبدوها. بسم الله ها هي البنات هكذا غنديروا لها بحال هكا بسميتو ديالنا، وغندردروا عليها الطحين هكذا باش ما كتلصقش ما بيناتها. هانتوما البنات هذه بالنسبه
الناس اللي كيتشهاوها بالنسبه للناس اللي ما عندهمش ماكينه، بالنسبه للناس اللي كتجيهم صعيبه. هي الصراحه رزيزه راه صعيبه في الخدمه ديالها هكذا البنات، وغادي نحطوها وغنخليوها ترتاح مزيان، ومن بعد غادي نجي عاد نوريكم كيفاش. المهم خليكم معايا البنات. البنات هانتوما كيف ما كتشوفوا انا ساليت داكشي اللي لويتو لويتو. دابا غنبدا بهذه اللي كنت بديت بها هي الاولى. البنات غنحلوها غير بشويه هكذا، مع راكم عارفين العجينه ملي كتطلق صافي كتبقى يعني كتكون دايره في الخدمه، فهمتوا البنات؟ غير بشويه فكوها غير بشويه، لانني الصراحه انا تعطلت عليها. هانتوما صافي كتجلسوا تجبدوا كتجبدوا هكذا هكذا البنات، ومع ديك الزبده اللي كانت فيها كتجبدوا بحال هكا. هي اصلا راها خيوط، راها ما تلصقت ما حتى حاجه هكذا البنات. مهم انا يا دابا اللي جبدتها، واخا البنات الخيوط تهرس يتهرس لك الخيط ملي تكوني كتقطعيها ويتهرس لك الخيط، ماشي مشكل، عاودي لصقي فيها لان كيلصق وغادي يتعاود يتحل صافي، كيجي داكشي مورق. ها انت كتبقاي غاديه وكتحلي غاديه وكتحلي بحال اللي خدمتيها باليد. ها انت غاديه وكتحلي غاديه وكتحلي صافي، وكتحطيها عاوتاني الطرخه بيد ما خدمتي خواتاتها صافي، وكتبدي تقرصي وطيبي. ها انتم البنات، ها انتم صافي. لا شاطو لكم شي حاجه تعجنات لكم تما وما بانتش بحال دابا هكا صافي، حيدي عليك هذه ديك اللي ما قطعناش من الفوق صافي. كتبقاي غاده وكتجبدي غاده وكتجبدي، وهي غاده وكترقاق وكتجبد، فهمتوا البنات؟ ولا تقطعات غير لصقي، راه عجينه هذه. ها نتوما صافي البنات، وكتبداو على هذا الشكل هذا هكذا. سهله البنات، سهله وكتجي زوينه، وبغيت نتقاسمها الصراحه معاكم هانتوما. المهم حنا اختي راه حنا في بلاد الغربه، الا بغيتي حتى الا لقيتي اللي تصايبها لك كتبيعها لك بالثمن. اللهم بنادم حاجه يديرها في دارو ونيت عارف شنو كيعرف، عارف يعني شنو كياكل. هانتوما خط قطع لك صافي. ها هي البنات هانتوما شوفوا. البنات هي الرزازه ديالنا من بعد ما صايبناهاش، وبوكي كتجي كتجي خويطات 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 وسهله جدا. ومنين كتبقى يعني انت ما حدك كتجبدي في ديك دوك سميتو، وهي كتجبد كتجبدي في العجينه وكتطولي فيها وهي مازال كتجبد. ها نتوما كيف كتشوفوا هكذا كتجي الرزازه ديالنا. انا غادي نقيبها وها نتوما معايا حاضرين ناضرين، ونتمنى انكم ديروها سهله جدا ومكتشدش الوقت. هانتوما البنات انا غادي نبدا بسم الله، غادي نبدا نقرصها معكم هنا نتوما بلاتي باش تشوفوا مزيان هكا. المهم انا درتهم غير كويرات صغار، بغيتو نتوما ديروهم كبار ديروهم كبار. المهم ها هكذا غنهز شويه ديال الزيت صافي، بغيتو ديروهم كبار لكم حريه الاختيار. هادشي اللي كاين البنات، وهذه هي الرزازه ديالنا. ايوا وبرافو عليا وبرافو عليكم. المهم البنات بقاو معايا، هي الرزازه ديالنا كيف ما كتشوفوا هانتوما كلها مورقه وكلها غدا وحيدات وحيدات. ومنين تبغيهم البنات بحال حنا راكم عارفين كنديرو فريكو، منين تبغيوهم راكم كتجبدوهم وكديروهم في الكسكس. بلاتي البنات نوريكم عاوتاني، ها هما البنات، ها هي كلها خيوط كلها. ها نتوما كيف ما كتشوفوا عن تجربه، يعني البنات كندير لكم شي حاجه يعني
يعني كيف ما كتمشي عند واحد كيبيع لك شي حاجه كيقول لك انا راه كنبيع لك وجهي بحال هكاك انا كندير لكم شي حاجه اللي يعني 100% ها نتوما البنات كلها اوراق كيف ما كتشوفوا هذه هي الرزازه ديالنا هذا هو السميتو ديالنا هذه هي الطريقه وهذا هو كل شيء ودابا البنات راني كنسخن الغدا هادو هما الطبيطات اللي كنت صايب ديك النهار وموريتهم شنيكم هادو هما الخبيزات هادو ماشي بطبيطات يعني في الغرب كيقول لهم بالضبط هذا هو الخبز ديال الريافه حنا كنطيبوه في المسخر اللي كيجي هائل هذا راه طيبته معكم ديك المره وحشيتو فريكو ملي كنبغي كنجبدو من الفريكو هذا هو الخبز ديالنا حنا في الريف ايوا والكوكوط البنات هانتوما كيف ما كتشوفوا الكوكوط ها هي كتسخن راه درت غير الكاميله يعني الكاميله كلشي كيعرف يديرها بلا ما تقاسمها معكم بلا والو راني كنسخنها باش ان شاء الله نحط الزوج ديالي الخوانات كيصلي الله يتقبل باش نحط ليهم البنات نحط ليه العشاء ديال العشاء ماشي العشاء الغدا ديالو حنا كنسينو حتى كيفيق لان كنوضو مع الطليين وداكشي كله مرون كيف ما كتشوفوا ايوا خليكم معايا الغزالات ديالي تنقدم لكم الغدا ديالي وما تشوفوش ديك الروينه داكشي راه هاد الحداقه هذيك راه كلها حداقه داكشي باش خدمت اليوم غسلته ودرتو لي ايوا هادشي اللي طلع البنات المهم خليكم معايا المهم البنات هذه هي الغديوه ديالي ها هي كيف ما كتشوفوا زويتينات بالجلبانه وخيزو ودجاج والجداد كما خلاوها صحابي الشمال وهادو البنات غادي نديرهم هنا في الفريكو ملي غادي نبغيهم ان شاء الله غادي نجبدهم غندير جوج 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 تبارك الله جاو غزالين البنات ها هما ولا غنخليهم بلاتي المهم انا غنديرهم في الفريكو غنعطي الراجل ديالي كلش ما يدوزوش الحال راه كيعيط مهم الغزالات ديالي هكا نكون كملت معكم اليوم النهار ديالي كي داز وشنو درت فيه ونتمنى انكم تفاعلوا معايا وتبارطاجوا مع حبايبكم وصحابكم ما تنساوش كومونتيرات وما تنساوش اللايكات واللي ما تابوناش عندي في القناه تابوناو باي باي عليكم وموح عليكم.